شكرا الأستاذة مريم بزاف بزاف على الدورة ديال دورة المال والمشاريع. صراحة كانت دورة عميقة 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 جدا جدا جدا، معلومات لأول مرة كنسمعها. الطاقة كانت واعرة، كانوا الحضور كانوا معنا واعرين بزاف. الطاقة كانت روعة روعة مع الأستاذة، دائما الجديد، دائما معلومات، يعني واحد المعلومات حكيمة جدا. الوقت سبحان الله بحال يلاه دازت 5 دقائق، كنا أكثر من 8 السوايع سبحان الله العظيم. كانوا معلومات، كان تأملات، كان معتقدات، كانوا واو واو واو، روعة 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 روعة. صراحة شكرا لك أستاذة مريم، شكرا للدورة، كانت رائعة، كانت زوينة، كانت الامتنان الأستاذة مريم على هذه الدورة، ما شاء الله لطاقة الدورة والوعي والمعلومات، وكانت عميقة جدا. وصراحة الدورة كامل مشات في دبدبات عالية جدا، يعني ما كانش في بعد ولاتي مستحيل طلعنا فيها بطنا، كما جوزنا تجارب ودرنا تمارين ومشينا في العمق في العمق في العمق، وما شاء الله كل الشكر والامتنان ليها فريمو. يعني أول مرة ندخل هذه الدورة، أول مرة بالنسبة ليا، كل مرة ندخل أستاذة نسمع لايف، نسمع ندخل أي شيء جديد، وكأنني أول مرة ندخل معاها في ذاك الشيء، لأني سبحان الله المعلومات اللي فيها أجوبة أخرى، طاقة أخرى، معلومات أخرى، وعي آخر. كل الشكر الامتنان الأرواح اللي كانت معانا.